مثلما تتجلى سيادة أي دولة في حدودها البحرية والجوية والبرية، فإن العالم الحديث نقل معه تجربة السيادة الإلكترونية. فأمسى اختراق الدولة ضد أخرى أمراً يسيراً عبر شن هجوم إلكتروني يقوض مساعي فريق وزاري للجانب المعادي. هذه مقدمة بسيطة لحكاية يهمك سماعها تحمل عنوان شركات الهاتف النقال في العراق. عام 2007 منحت هيئة الإعلام والاتصالات 3 تراخيص وطنية لآسيا سيل وأثير وعراقنا على أن تستمر العقود لعشر سنوات قابلة للتمديد 5 أعوام أخرى، لكن بعد اندماج شركتا أثير وعراقنا تحت شركة سميت زين العراق، دخلت شركة كورك الكردية قطاع الاتصالات كطرف منافس ثالث. بلغت قيمة عقد شركات النقال الثلاث 3.75 مليار دولار، بواقع 1.25 مليار دولار لكل شركة. ويقال أن أرباح شركات النقال تبلغ 8 مليارات دولار سنوياً، ولا تتعدى قيمة الضرائب المفروضة عليها 3 مليارات دولار. هذا الأمر جعل الاندفاع البرلماني في العراق يوجه بوصلته ضد هذه الشركات، فنتج الآتي: جئناكم بالضرائب. اعتمد مجلس النواب السابق سياسة فرض ضرائب على بطاقات الشحن بنسبة 20% لتقوم تلك الشركات برفع سعر البطاقة وتحميل الضريبة على المستخدمين، أي ارتفعت القيمة 2000 دينار فقط. ومن الملاحظ أن بعض القوى السياسية عززت دورها كمراقب أسير لهذه الشركات أولاً، لا يمتلك أجهزة تمكنه من حساب عدد بطاقات الشحن التي تبيعها شركات الاتصالات الثلاث في العراق، وبالتالي كانت الضريبة التي فرضها مجلس النواب على تلك الشركات يدفعها المواطن بشكل مباشر، بينما الحكومة العراقية ومؤسساتها لا تعلم كم هي إيرادات هذه الشركات التي لم تسدد الضرائب المفروضة عليها، وهي مدينة بمبالغ طائلة للدولة وتماطل بتسديدها. ولعلمك، بلغت ديون شركة آسيا سيل 957 مليون دولار أمريكي، وزين العراق 910 مليون دولار، وكورك 223 مليون دولار، وهو ما دفع الحكومة لتجديد عقود تلك الشركات مع شرط إضافة خدمة 4G، لكن بعد معركة قضائية خاضتها أطراف نيابية، انتهت بإلغاء عقود التجديد ودفعت بالوضع إلى مزيد من التأزم. لماذا؟ لأن البعض يقول أن المستهلك العراقي يدفع أكثر من 5 ملايين دينار للحصول على 47,000 دقيقة اتصال مقابل 29,000 دينار عراقي يدفعها المستهلك الأردني لقاء العدد ذاته، وهو أمر مبالغ فيه تقريباً. ومع هذا الجدل، قد تستأنف هذه المعركة لحين إيجاد شركات بديلة، إلا إذا دفعت الحكومة بوسيط هاتفي مدعوم حكومياً يقوض تلك الامتيازات وينهي فصولاً من المال المهدور.